للمباراة الثانية على التوالي نادي القوى الجوية يتعرض إلى أخطاء تحكيمية قاتلة، شنو رأيك بالمباراة؟ والله احنا صراحة احنا ما يعني مسألة تحكيم مسألة مهمة، لأن الحكم جزء من اللعبة. مباراتنا مع نفط البصرة احنا لعبنا مع يوسف سعيد مو مع نفط البصرة، أكيد 4 ضربات جزاء واضحة، وكل يعني الخبراء والناس يقولون ضربة جزاء. ثاني يوم انطوا واجب للحكم، يعني احنا من نخطأ يعاقبون المدربين، بس الحكم من يخطأ بحق فريق مثل القوة الجوية اليوم احنا ممكن الصدارة نكون بعيدين بها. يعني خلانا تحت الضغط، وجينا المباراة اليوم ايضا ضربة الجزاء ما يعني هم مشكوك بها اللي علينا اليوم، وقدرنا نرجع باخر دقائق. انا اتمنى انه يعني ينظرون بنظرة واحدة لجميع الفرق، وان شاء الله يعني حتى يكون دوري افضل، لان يعني الحكم جزء من اللعبة. استمر مع القوة الجوية ان شاء الله.